احنا نتكلم عن نفسنا. احنا طبعا المجلس الوزاري ان شاء الله انا راح احضره بكره، والقمه ان شاء الله سمو الامير. الى الان لم تعرض علينا الاجنده، ولكن اذا كان اذا الازمه الخليجيه التي هي الظرف الرئيسي التي تمر فيها المنطقه لم تكن مذكوره في اعمال الاجتماع، ستكون في الاجتماع مؤكدا، ولا يسمى من الضروره ان تكون فقط ورقيا يعني. ستة أشهر من الحصار على دولة قطر شهدت خلالها ثباتا في الموقف الدبلوماسي القطري الداعي إلى حل الأزمة من خلال طاولة الحوار ومناقشة أسباب الخلاف مع احترام السيادة وحسن الجوار، موقف جدده سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال ندوة عقدها المركز العربي للأبحاث والدراسات ضمن الدورة الرابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية. المنطقة في حاجة ماسة اليوم إلى أن يكون هناك حوار أمن إقليمي واضح يحدد معالم المنطقة في المرحلة القادمة، يكون يخرج بمبادئ حاكمة لعلاقات هذه الدول تتساوى فيها الحقوق والواجبات، ولا يكون هناك فرق ما بين دولة كبيرة أو دولة صغيرة، ولا يكون هناك مجال يفسح للدول الكبيرة لممارسة ابتزاز ضد الدول الصغيرة، ولا لدول صغيرة لاستغلال نفوذها بشكل غير صحيح يمس بهذه المنظومة، وأن يكون هناك آليات واضحة للمظالم وآليات واضحة لفض النزاعات بحيث أن نتجنب الأزمات في المستقبل. دعوة تحمل رسالة واضحة أكدتها دولة قطر وما زالت بضرورة حل الأزمة خليجيا ضمن أطر مجلس التعاون الذي تستضيف دولة الكويت الشقيقة خلال الساعات المقبلة أعمال قمته 38، قمة يؤمل أن يكون لها دور في حل الأزمة الراهنة وفي تفعيل منظومة مجلس التعاون الخليجي ليتعامل بحكمة مع كل التحديات بعيدا عن الحسابات الضيقة. نحن نعول على حكمة صاحب السمو الشيخ صباح، ونعول على أن يكون هناك أيضا صوت عقل في هذه الدول للمجيء إلى الطاولة وبحث النقاط الخلافية فيما بيننا، وأن يكون هناك اتفاق جماعي يلتزم به الجميع، ودولة قطر ستكون أول المرحبين به. الدبلوماسية القطرية خلال تعاملها مع الأزمة لم تسقط في التناقضات التي سقطت فيها دول الحصار، وحافظت على مبدئها في كشف حقيقة المؤامرات التي كانت تحاك ضد دولة قطر خلال المنابر الدولية. فخلال مشاركته في مؤتمر الحوار لدول البحر الأبيض المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر طالما كانت قوة دافعة نحو التقدم في المنطقة، ولم يكن بالإمكان التصور أن خلافات في الرأي ستؤدي إلى مثل هذه التدابير العدوانية ضد الدوحة. We've been calling and unfortunately from the other part from the blockading states there were just a mood of denial that no talks, you have to stop doing so and so and so and so, and all those stops has been based on fabrication. وعلى الجانب الآخر تواصل دول الحصار تعنتها، فمقابل دعوات الحوار القطرية تطلق عواصم الحصار المزيد من حملات التشويش والتزييف لإجهاض أي جهود من شأنها إنهاء الأزمة. وزارة الخارجية القطرية استنكرت التصريحات المتعلقة بالوساطة القطرية في اليمن، ونفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية هذه الأنباء مستنكرا بشدة تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في دول الحصار بشأن وجود وساطة قطرية بين بعض الأطراف اليمنية. وشدد المصدر على أن دولة قطر لن تدخر وسعا في تقديم كافة المساعدات للشعب اليمني الشقيق لمواجهة الأوضاع المأساوية التي يعيشها. خلال نصف عام من الحصار لم يتغير الموقف القطري الداعي إلى الحوار وإنهاء الأزمة خليجيا، فيما استمر التعنت من قبل دول الحصار مع استمرار مسلسل الافتراء والتشويش على جهود الوساطة.